أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومتابعة ظروف التكفل بانشغالات المواطنين. تعلم وزارة العدل بخصوص تنفيذ التدابير المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك أن عدد المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس 25 فبراير الجاري قد بلغ 59 شخصا، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية، وهو العدد الذي صرح به السيد رئيس الجمهورية في خطابه يوم 18 فبراير 2021، إذ أعلن بمناسبته عن الإفراج عن عدد من المحبوسين يتراوح عددهم بين 55 و60 شخصاً. ضمن مقاربة وطنية شاملة للرقمنة والعصرنة وتقريب الإدارة من المواطن، دخلت آلية التسجيل عن بعد لطلب النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق العدلية حيز الخدمة بولاية تندوف. عمار تواقين. تعزيزا لميكانيزمات الحكامة الإلكترونية والمساعي الرامية لعصرنة الخدمات القضائية، وضعت حيز الخدمة لفائدة المواطنين بتندوف إمكانية التسجيل واستخراج صحيفة السوابق القضائية عن طريق الإنترنت. آلية تتيح للمواطن التسجيل للاستفادة من خدمة طلب واستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية القصيمة رقم 3 عن بعد. يستفيد المواطن من هذه الخدمة دون شرط إجبارية التنقل إلى الجهة القضائية. بينما ثمن المواطنون هذه الخدمة التي وفرت عنهم عناء التنقل والانتظار. نمشي للمؤسسة ولا شيء، هذه مليحة، من خرجها بالدار جيني مليحة كاع جيني زينة، بدون أن نمشي للترانسبور ولا نمشي لواحد نمشي مؤسسة جيني زينة كاع، هذه مليحة. هاي الخدمة وهذا التطور نرجوه يعود في خدمة المواطن ولصالح المواطن، يسهل علينا وعلى المواطن وعلى البيرو مولي، حتى هو يخفف عنهم شوية الضغط. لتندرج هذه الخدمة في مساعي الجهات الوصية لتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية. وبخصوص تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، الدكتور جمال فرار يستعرض الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. مع تسجيل 155 حالة جديدة، يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 27 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 16 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات، وفقط 5 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عددها 2 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 142 مريض. فيما يخص الحالة المثل في الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم، عدد تاعهم 77,976، منهم 134 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 18 مريض في العناية المركزة. هذا وأكد أمس مدير معهد باستير الجزائر الدكتور فوزي درار شفاء أحد المصابين بالسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا، في حين يخضع الآخر لمتابعة دقيقة ومستمرة، مذكرا بضرورة التحلي بالحيطة والحذر والالتزام بإجراءات الوقاية. واحد يعني تعافى من الكوفيد، وفيه وحدة في الحد الآن في صحة جيدة وهي في عزل صحي. كان الآن فيه بحث على وصالة وزارة الصحة في الإجراءات ل يعني مراقبة الأشخاص اللي كانوا في باتصال مباشر مع هاد الأشخاص، وهو في طور يعني البحث. وفي بالنسبة لمعهد باسو، نحن نعمل كذلك على كشف السلالة هذه في عينات الأخرى الإيجابية، لأننا نعمل الكشف بالبي سي آر، ولما الكشف بالبي سي آر يخرج موجب نبدأ نبحث على السلالات.
ولحد الآن السلالة الأصلية لازلت موجودة ولكن انخفضت كثيرا. الهدف تاعنا هو الآن منع السلالة بما أنها في الجزائر منع أنها تنتشر كثيرا، ومنع الانتشار يمر حتما على الإجراءات الوقائية. وسط تضامن دولي واسع لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، احتضنت أمس منطقة أوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين الاحتفالات المخلدة للذكرى 45 لتأسيس الجمهورية الصحراوية بمشاركة العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية وفعاليات من المجتمع المدني، وكذا العديد من التمثيليات الدبلوماسية من القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية. تأتي الاحتفالات مع تزايد الانتصارات الدبلوماسية، حيث أودع أمس سفيرا كل من دولتي زيمبابوي وكوبا أوراق اعتمادهما لدى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي. محمد رضا بوزيان. بعد رفع العلم وتفتيش الوحدات، أكد الرئيس الصحراوي أن شعبه متمسك بنيل حريته رغم تعنت المحتل وتماطل المنظمات الدولية. إن هذا الفعل العدواني الغادر الذي نجدد إدانته بأشد العبارات قد فرض على الشعب الصحراوي استئناف العمل العسكري المسلح ليواصل حربه التحريرية ليدخل بكفاحه التحرر الوطني مرحلة جديدة. نحن دعاة سلام ولسنا هواة حرب، ولا أدل على ذلك من صبر الشعب الصحراوي 30 وهو ينتظر من المجتمع الدولي أن ينصفه ويمكنه من ممارسة حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال. مشاركة الجزائر بوفد رسمي تأكيد مرة أخرى على وقوفها مع القضايا العادلة في العالم. سيبقى مساندة قضايا التحرر في العالم من أولويات الجزائر، بل جوهر الدبلوماسية الجزائرية الرسمية منها والبرلمانية، لا سيما في الجزائر الجديدة التي يحرص عليها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية. الوفود المشاركة حملت المجتمع الدولي تأخر حل القضية الصحراوية. جئنا لحضور هذا الاحتفال من أجل مساندة مرة أخرى للشعب الصحراوي وتضامننا معه. Well, thank you very much. Our presence. جئنا هنا من أجل دعم الشعب الصحراوي ولعدالة هذه القضية وحقه في تقرير المصير. نناشد الاتحاد الإفريقي أن يقف ويعني ينظر لهذه القضية المصيرية. حل الآن للتدخل المنظمات الدولية لإعطاء حق الشعب الصحراوي في استفتائه وفي حريته. عار على العالم أن يرى المرأة الصحراوية مشردة تعيش في المنفى. عار على العالم أن يرى الطفل الصحراوي مشرد. نناشد العالم والمنظمات العالمية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المحبين للسلام والحرية أن يقفوا إلى جانب هذا الشعب. جينا كمساندات ومتضامنات مع المرأة الصحراوية إن شاء الله، ونبقى في مساندتنا وتضامننا إليها إلى أن تأخذ تحريرها إن شاء الله الكامل. احتفالات هذا العام جاءت بطعم الثورة بعد خرق المغرب وقف إطلاق النار نوفمبر الماضي، ثورة انتصارها انتصار للإنسانية بتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا. محمد رضا بوزيان، مبعوث التلفزيون الجزائري إلى المخيمات الصحراوية أوسرد. الاحتفالات المخلدة للذكرى شهدت استعراضات عسكرية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بمختلف تشكيلاته في تعبير عن جاهزيته لاستكمال مسيرة النضال وتحقيق النصر. عمار تواقين.
حضور متميز ذلك الذي جسدته مختلف التشكيلات العسكرية للجيش الصحراوي خلال العروض المخلدة للذكرى 45 لإعلان الجمهورية الصحراوية، مع التأكيد على جاهزية الجيش منذ عودة الكفاح المسلح. جاهزية الجيش الشعبي الصحراوي في أتم جاهزيته، الحرب بمعنى الحرب والعمليات الكبرى لم تنطلق بعد. نحن كنا نعد للحرب فأعددنا لها، والحرب التي سنخوضها لن تكون كالحرب الماضية، ستكون قوية مؤثرة سريعة، ولكن هذه المرة ذكية وشابة. كان هنالك نوع من الحماس الفياب، هنالك نوع من الجاهزية والجاهزية للقتال من أجل دحر العدو في عقر داره وبسط السيادة الصحراوية على كامل تراب الساقية الحمراء وادي الذهب. هو شرف قبال انضمامنا لهذه المؤسسة، وهي مؤسسة جيش تحرير الشعب الصحراوي، المؤسسة العتيدة القوية. هذا لا يزيدنا إلا شرف ومعزة. والتحاقنا بصفوف جيش تحرير الشعب الصحراوي جاء للذود عن الحياد لحماية وطننا والاستكمال سيادته ودحر القزاة من آخر شبر من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. على درب الشهيد الولي هنا استعراض لجاهزية الجيش الصحراوي، لا شعار غير البندقية والسلاح ومواصلة النضال والكفاح لأجل فرض السيادة الكاملة على تراب الصحراء الغربية. من جهتها أحيت أمس الجالية الصحراوية بفرنسا الذكرى 45 لإعلان الجمهورية الصحراوية في ظروف استثنائية طبعها خرق المغرب لقرار وقف إطلاق النار، التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لصالح قاسي. احتفال الجالية الصحراوية بفرنسا بالذكرى 45 لإعلان الجمهورية الصحراوية جاء هذه السنة في ظروف خاصة ميزها عودة الكفاح المسلح في الأراضي الصحراوية. انتظرنا 30 سنة من أجل إجراء استفتاء تقرير المصير، لكن خيبتنا الأمم المتحدة وكذا صمت المجموعة الدولية إزاء عراقيل المغرب وخرقه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. المتظاهرون كانوا من فئات عمرية مختلفة، اتحدوا على كلمة واحدة من أجل هدف واحد، وهو العودة إلى الأراضي الصحراوية لمساعدة إخوانهم في الكفاح من أجل تحرير بلادهم. مبارك باغي نمشي نكافح نعاون الشعب كل شيء، ولا هذه كورونا نحاول نمشي. الكفاح المسلح مستمر لغاية التحرير الكامل للأراضي الصحراوية. المناسبة كانت أيضا وقفة للتذكير بمعاناة سجناء الرأي وقادة الكفاح المسلح. محمد هدي اللي حكموه المغاربة سجنوا على تيمسك بدون محاكمة شرعية، وعادلوا أكثر من شهر دار إضراب عن الطعام. هذا المعتقل السياسي المختطف الحالي في السجون المغربية غالي بوحلة اللي اختطف المغرب مؤخرا، وهو الآن في حالة اعتقال بسبب قناعاته السياسية. هذا ضربة هذه ضربة من الكوميسير دو بوليس دو ليون زارقها بين بيير، لأنها كانت جابية من الفناتر وتدافع عن القضية الصحراوية وتكلم عن القضية الصحراوية، وفي نقر الاحتلال قدام المقاربة ها عمل فيها المقاربة، هذا عمل فيها لزيل لي جان كي نو سون با هيومانيتير ليولي هيومانيتير او ماروك. وين الخوة في المغرب؟ احنا الشعب المغربي خوتنا، ولكن لما يعود السلطات وتعدل النوع ما نقدروا نعود احنا هما خوت، ولا نقدروا نقبلوا يعدل شعبنا من كل المنطقة، ولا نتموا ندافعوا هون وفي كل بلد. الجمعيات المساندة للشعب الصحراوي بفرنسا تشجب الصمت الدولي إزاء ما يحدث بالأراضي الصحراوية آخر مستعمرة في إفريقيا. في الوقت الذي يرافق فيه البعض من أجل تحديد مسؤولية القوى الغربية في الاستعمار، من المهم أيضا النضال من أجل تحرير بلدين لم ينالا استقلالهما بعد، هما فلسطين والصحراء الغربية. نحن مصدومون من الصمت الدولي الذي تمارسه وسائل الإعلام وخاصة في فرنسا بخصوص هذه القضية. الصحراويون يخوضون معركة سلمية للاعتراف بحقهم في تقرير المصير. كسر جدار الصمت هدف هذه التجمعات من أجل تحرك المجتمع الدولي لنصرة القضية الصحراوية.
في اليمن قتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات في معارك مستمرة بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في جبهات عدة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب. ومنذ أزيد من عام يحاول الحوثيون الاستيلاء على مأرب الغنية بالنفط، وتعتبر آخر معقل تسيطر عليها القوات الحكومية في شمال البلاد. يحدث هذا في وقت حذرت مصادر حكومية وأممية من كارثة إنسانية محدقة باليمنيين بسبب استمرار المعارك التي أدت إلى نزوح أكثر من 13,000 شخص جراء تصاعد القتال بالمحافظة. فنياً كرم أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا الفائزون في المسابقتين الوطنيتين للخط العربي والزخرفة الإسلامية في أول طبعة لهما. هشام بوميدة نقل لنا الأجواء. هما مسابقتان وطنيتان، الأولى تخص الخط العربي وخط النسخ بالتحديد الخاص بكتابة المصاحف، والثانية للزخرفة العربية وهي لباس الخط. نظمتا في أول طبعة خلال شهر رمضان وتوج الفائزون الآن. ولولا إخلاص هذا الفريق وإيمانه بضرورة تأدية أمانته إلى الأجيال من بعده وتحقيق هدفه المتمثل في خدمة فن الخط العربي وفن الزخرفة الإسلامية لترسيخ هويتنا وحضارتنا ما تم له ذلك. مسابقات مثل هذه تعمل كثير في ارتقاء فن الخط العربي هنا في الجزائر وارتقاء مستوى الخطاطين هنا في الجزائر. هو تكليف أكثر منه تشريف، يعني المشاركة في المسابقة هذه حفزتنا أن نخدم أكثر ونساهم في صنع اللوحة المتكاملة، يعني خط مع زخرفة. المشاركون قدموا من ربوع الوطن وقدموا أعمالا استدعت تطبيق المعايير الدولية في الاختيار لجودتها. في الرياضة ولحساب الجولة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه فريق شباب الوزداد اليوم نادي ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بملعب دار السلام بتنزانيا بهدف التربع على صدارة ترتيب المجموعة، فحظ موفق لممثل الجزائر في هذه المنافسة. ولحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، استعاد وفاق سطيف مركز صدارة البطولة بفضل فوزه الكبير على أولمبي شلف بثلاثة أهداف دون رد، فيما سيطرت شبيبة القبائل على الكلاسيكو ضد مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف. وفي مباراة أخرى فاز فريق مولودية وهران على نادي بارادو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعاد وداد تلمسان بفوز كبير من عين مليلة على الأمل المحلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هذا وأجلت مباراة أهلي برج بوعريريج وشباب الوزداد بسبب التزام الشباب بالمشاركة القارية. وسنشاهد كيف كان التحضير. من هنا بدأت العملية، بعد ذلك العودة لأن الطريق مغلوق، وبعد ذلك التمريرة ومباشرة التسديد المباشر في الزاوية الصعبة والبعيدة لمرمى الحارس الصالحي من عيت عبد السلام، يمنح الأفضلية والأسبقية بالهدف الثاني بطريقة رائعة. ها هي من بن سائح يحضر كرة مباشرة من هناك ناحية حميدي والحارس والخطا وقنينة قنينة يضيف الهدف الثاني. نهاية النشرة، في أمان الله.